شيوعا في المرحله الاعداديه من وجهه نظر او من وجهه نظر بعض العاملين في الحقل التربوي. حاولنا انه احنا ناخذ راي المعلم، ايش اكثر من خلال ملاحظتك انت يا معلم في الصف، ايش اكثر المشكلات السلوكيه اللي انت شايفها يا مدير المدرسه، برضه كمان ولي الامر من خلال هو ملاحظته يمكن هو الاقرب برضه كمان بجانب المعلم انه يلاحظ اطفاله ويشوف ايش التغيرات اللي بدات تطرا على سلوك اطفاله. السؤال الثاني، هل توجد خلوف ذات دلاله احصائيه بين متوسطي درجات افراد المجموعتين التجريبيه والضابطه في حده المشكلات السلوكيه بعد تطبيق البرنامج القائم على السيكودراما على افراد المجموعه التجريبيه؟ هل توجد خلوف ذات دلاله احصائيه بين متوسطي درجات افراد المجموعه التجريبيه في حده المشكلات السلوكيه قبل تطبيق البرنامج وبعده؟ طبعا اهميه الدراسه بتكمن في انه نستخدم السيكودراما احنا في البرنامج الارشاد، استخدام السيكودراما في البرنامج الارشاد للتخفيف من حده بعض المشكلات السلوكيه كاسلوب غير تقليدي كما اسلف. ايضا الدراسه الحاليه بتتناول فئه عمريه اكد الكثير من العلماء على اهميتها. ايضا هذه الدراسه بتكمن اهميتها في انها بتعزز وبتثري خبره المرشدين والمعلمين العاملين في الحقل التربوي بانها بتمدهم باساليب ارشاديه بدناش نقول انه هي حديثه لكن غير مستخدمه انجاز التعبير في المدارس وغير مفعله. امكانيه استخدام المرشدين والمعلمين في المدارس والعاملين في الحقل التربوي للبرنامج الارشادي وكذلك للمقياس اللي وعد في هذه الدراسه. هدفت هذه الدراسه الى استقصاء اثر او فعاليه برنامج قائم على السيكودراما للتخفيف من حده بعض المشكلات السلوكيه. ايضا حاولت الدراسه انها تلقي وتسلط الضوء على اكثر المشكلات السلوكيه شيوعا في المدارس. ايضا هدفت الى التخفيف من حده المشكلات السلوكيه من خلال البرنامج الارشادي. ايضا مساعده العاملين في الحقل النفسي على استخدام السيكودراما كاحد اساليب الارشاد الجماعي. ايضا مساعده العاملين في الحقل النفسي والتربوي على استخدام البرنامج السيكودرامي مع فئات عمريه مختلفه ومع متغيرات ومشكلات اخرى، مش يعني مش بس انه احنا ممكن نستخدم السيكودراما مع المشكلات السلوكيه. المصطلحات الدراسه كما هو واضح، بس انا بدي انوه لشغله انه انا تناولت السيكودراما بمفهومها البسيط وليس المعقد كما ابتدعها صاحبها مورينيو. حاولت انه من خلال انا ايش عملت بالضبط؟ جبت انا اول حاجه جبنا مجموعه من الطلاب المشكلين اللي بيعانوا من مشكلات سلوكيه، جبنا قصص تحاكي مشكلات هؤلاء الطلاب، بعد هيك تم مسرحه هذه اللي هو القصص، وبعد هيك كان يتم مناقشه او حوار جماعي داخل افراد المجموعه. المنهج اللي اتبع طبعا اتبع البحث في دراسات المنهج الشبه التجريبي وهو المنهج الملائم، لانه في عندنا مجموعه تجريبيه ومجموعه ضابطه. عينه الدراسه تكونت من 24 طالب، تم تقسيمهم الى قسمين 12 ضابطه و12 تجريبيه. طبعا كيف تم اختيارهم هذول؟ الان احنا طبقنا المقياس في المدرسه واخذنا اعلى نسبه، يعني طبقنا المقياس على 160 واخذنا اعلى نسبه طلاب بيعانوا من مشكلات سلوكيه، اعلى 24 طالب. ادوات الدراسه في عندنا نموذج مسح المشكلات السلوكيه، مقياس المشكلات السلوكيه، وفي البرنامج التدريبي. بخصوص الاساليب الاحصائيه اللي استخدمت لتقنين اداه الدراسه اللي هي مقياس المشكلات السلوكيه على عينه استطلاعيه مقدارها 50 طالب، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون واختبار مان ويتني، الثبات طبعا ايضا كمان بطريقه تيرسون وصفيه وطريقه الفا كرومباخ. لتحليل نتائج الدراسه ايضا استخدم الباحث اختبار مان ويتني لفروق بين متوسطات رتب المجموعات المستقله خليه العدد، اختبار ويلكنسون للفروق بين متوسطات رتب المجموعات المرتبطه قليله العدد. النتائج اللي تم التوصل لها طبعا انه البرنامج كان له بعد استخدام الباحث لادوات الدراسه واجراء المعالجات الاحصائيه للبيانات تم التوصل الى النتائج التاليه: وجود فروق ذات دلاله احصائيه بين متوسطي درجات افراد المجموعتين التجريبيه والضابطه بعد تطبيق البرنامج القائم على السيكودراما طبعا لصالح افراد المجموعه التجريبيه. وايضا بخصوص التساؤل الثاني، وجود كان في هناك وجود فروق ذات دلاله احصائيه بين متوسطي افراد المجموعه التجريبيه قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق طبعا البعدي. ابرز التوصيات اللي توصلت لها الدراسه
إجراء دراسة مسحية للمشكلات السلوكية في جميع المراحل لتحديد حجمها في المجتمع الفلسطيني، لأنه هي اقتصرت فقط على طلاب المرحلة الإعدادية، ممكن احنا نأخذ الابتدائية، ممكن نأخذ المرحلة الثانوية، أو حتى على صعيد طلبة الجامعات أنا بتصور ممكن يكون في مشكلات. دراسة العوامل المؤثرة في المشكلات السلوكية للمراهقين، دراسة تأثير المشكلات الأسرية على التوافق النفسي للمراهقين، استخدام السيكودراما مع المضطربين سلوكيا بمشاركة الوالدين، يعني ممكن احنا برضو نعمل انه كمان نعمل برامج تدريبية للوالدين حيث لم تتح الفرصة لمشاركتهم في البرنامج الحالي، استخدام البرنامج السيكودرامي مع مشكلات أخرى ومع فئات عمرية مختلفة، تشكيل مسرح مدرسي، احنا ممكن نفعل كمان الجانب او عامل المسرح او مسرح يكون موجود في يمكن باقل الامكانيات، يمكن احنا من خلال عملنا مع المدارس ومع الطلاب احنا بنحاول الان في المجلس النرويجي للاجئين نحاول نوفر مسرح متنقل داخل المدارس، ممكن كمان بنمدهم ببعض الوسائل اللي ممكن تكون بسيطه لما المعلمه تستخدم البوتس انا بتصور في الصف يعني مش هيكلفها شيء كثير. عقد الندوات والمحاضرات ايضا للمعلمين والاباء حول المشكلات السلوكيه في المراحل العمريه المختلفه. ايضا كمان انا بتصور انه معلميننا ومرشديننا بيحتاجوا لتاهيل وتدريب على مثل هذه التقنيات. تصميم برامج ارشاديه علاجيه في السيكودراما بهدف مواجهه مشكلات اخرى يمكن مكرره. تفعيل دور الارشاد النفسي لانه احنا يمكن في مدارسنا في فلسطين ما في مرشد متفرغ موجود في كل المدارس، فانا بتصور انه في ظل مثل هذه الظروف اللي بيحياها الطفل الفلسطيني انا بتصور يتوجب على وزاره التربيه والتعليم، على وكاله الغوث انه توفر مرشدين متفرغين في المدارس. طبعا هذا الجدول بيمثل المشكلات السلوكيه اللي تم الحصول عليها من خلال المسح الاولي، وبناء على هذا المسح تم اعداد المقياس، يعني بناء المقياس ما كان جزافا، من خلال عمليه المسح اللي تمت في بدايه الدراسه تم بناء المقياس. هيك في وهذا اللي هو البرنامج بيمثل الجدول بيمثل موضوعات البرنامج، عدد جلساته وترتيب الجلسات والهدف من كل جلسة. شكرا كثير لكم. شكرا كثير للدكتور التزام وطلاقة الدكتور أمجد. والدكتور أمجد ناقش مشكلة واقعية لمعالجة حقيقة الواقع الموجود، واحنا نعرف آلة الحرب الإسرائيلية كم لها من تأثير على أطفالنا ونسائنا في غزة، فهو عالج هذه المشكلة ونشكره على الصحيح لأنها معالجة بالواقع. الآن ننتقل إلى لا سيما الليل. ها؟ لا سيما الليل. هي كل يوم يا شيخ. كل يوم يا سيدي. ربنا يستر بس. الآن ننتقل إلى الدكتور خليل العلمان، الدكتور خليل أستاذ مساعد كلية العلوم التربوية. طبعا الدكتور خليل عنوان بحثه مدرسة المستقبل جنوب فلسفة التربية والتعليم في الأردن. يعمل حاليا في وكالة الغوث منذ أكثر من 25 عام، وحاليا يعمل في كلية العلوم التربوية، شارك في العديد من الدورات التدريبية في وكالة الغوث الدولية. فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر القائمين على هذا المؤتمر والشكر الموصول لجامعة الزيتون الخاصة عنوان الدراسة مدرسة المستقبل في ضوء فلسفة التربية والتعليم في الأردن. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تصورات مختلفة لمدرسة المستقبل في ضوء فلسفة التربية والتعليم في الأردن. هذه الدراسة طبعا تكون المجتمع الدراسي من جميع العاملين عن جميع المسؤولين عن تطبيق فلسفة التربية والتعليم في الأردن، ومن صانعي القرار في وزارة التربية والتعليم والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التربية والتعليم في الأردن. بداية نقول أنه تربية المستقبل تتطلب تطوير المهارات الأساسية بهدف خدمة الحاجات الأساسية للفرد واكتساب مهارات التعلم الذاتي والدافعية للتعلم المستمر، وهذا يؤكد أهمية تحويل الاهتمام من التعليم إلى التعلم ومن تلقي المعلومات إلى معالجتها وتوظيفها عمليا في الحياة، ومن المعارف المجزأة إلى تكامل المعرفة، ومن قصر الاعتماد على الكلمة المكتوبة كمصدر للمعرفة
إلى استخدام العديد من مصادر التعلم وهيئة المعرفة المكتوبة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمحاسبة التفاعلية القائمة بذاتها. وهناك إجماع في الوطن العربي على أن التربية هي أول وأهم مفاتيح المعادلة الحضارية الصعبة التي يعيشها الوطن العربي. بمعنى آخر، أن التربية المستقبلية أو مدرسة المستقبل هي أداة اليوم للمحافظة على الماضي الحي وتجديد الحاضر والاستعداد للمستقبل. أما القرن الحالي فهو يمثل عصر ما بعد الحداثة التي بدأت معالمه تظهر في بداية التسعينات من هذا القرن من القرن الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة أو الثورة التقنية والصناعية الثالثة. وترتب هذا كله على أن النماذج والأشكال والتصورات المقترحة لما سيكون أو ينبغي أن تكون عليه المؤسسة المدرسية في القرن الحالي قد تعددت وكثرت واختلفت فيما بينها، إذ أن لكل نموذج أو تصور ما يسنده من مرتكز فكري أو استشرافي أو تحليل. ومن هنا ظهر مفهوم ما يسمى مدرسة المستقبل كأساس لتطوير التعليم العام الذي يهدف إلى خلق المجتمع المتكامل المتجانس من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمدرسة، ارتكازا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديث العملية التعليمية بهدف تخريج أجيال أكثر مهارة واحترافية. إن الحديث عن مدرسة المستقبل وما يحمله هذا المفهوم من الدعوة إلى تجديد التعليم وتطويره كي يصبح أكثر اعتمادا على الحاسب الآلي والتقنية، وما يصحب ذلك من وجود المدارس الذكية والفصول الإلكترونية وغيرها، يمكن القول إن إصلاح المدرسة والأنظمة التعليمية القائمة في المستقبل أو في مجتمع ما بعد الحداثة يمكن أن يتم من خلال تحقيق الدمج الوظيفي والمعرفي والاجتماعي بين المدرسة والمجتمع، ومن خلال هدم الحواجز التي تفصل الطرفين وعطاء المدرسة دورا أكثر أهمية وتسارعا في نشر المعرفة وإنتاجها وإعداد الكفاءات العلمية في ميادين الحياة المختلفة. لذا أصبحت المدرسة بحكم التطور المذهل للمعرفة والتكنولوجيا خارج المجتمع وغير قادر على مواكبته. لا بل أصبحت المدرسة تحت تأثير هذا التطور مؤسسة تناهض تيار الحياة الاجتماعية بحكم رتابتها في بناء المعرفة وعدم مقدرتها على مواكبة الزمن. وبعبارة أخرى، إن دورة المعرفة إنتاجا وانتشارا وتوزيعا أصبحت اليوم تتم خارج جدران المدرسة، وتلك هي خلاصة الأزمة التربوية للمدرسة المعاصرة والأنظمة التربوية الراهنة التي تتمثل في حقيقة مفادها أن المدرسة لم تعد هي المنتج الوحيد للمعرفة، بل ثمة مؤسسات أخرى مثل مراكز الأبحاث والجامعات والمواقع الإلكترونية التي تنشر المعرفة بسرعة فائقة وكم هائل. ومن هنا فإن المدرسة يجب أن تستند بالدرجة الأولى على وسائل التقنية الحديثة المتنوعة وعلى اتصال فعال بين الأفراد بالمعلمين والمتعلمين وأولياء أمور لتصبح بيئة مفتوحة تعتمد على الحوار الهادف وتبادل وجهات النظر وعلى البحث والاستصاب بعيدا عن حفظ الحقائق وترديدها. فليس غاية في هذه المدرسة بل غاية معرفة الحقائق والمفاهيم والمهارات وتحليلها وتفسيرها وتركيبها وتقويمها. عدا ذلك فإن المدرسة تؤكد أهمية الجودة الشاملة وإعداد الشخصيات المتكاملة وتركز على الكيف لا على الكم، كما أنها تشجع العمل التعاوني وتطوير الأساليب التقليدية المتعارف عليها في المدارس التقليدية. ولعل التحدي الأهم الذي يواجه مدرسة المستقبل هو ذلك المتعلق بالمتعلم، إذ هو الركيزة الأساسية في تعليم المستقبل، هي تعليم المتعلم كيف يتعلم ذاتياً. ولعل السبب في ذلك هو نمو المعرفة بوتيرة متسارعة تجعل من الصعب على المدرسة إعطاء العلوم والمعارف عن كل شيء، وتقضي هذه النظرة بضرورة إعداد تأهيل المعلم بدرجة تمكنه من تملك كفايات عديدة تجعله قادراً على تقديم المساعدة والمساندة للمتعلمين. أما المنهاج في مدرسة المستقبل فهو منهاج قائم على اكتساب المتعلمين مهارات التفكير وحل المشكلات ومهارات التعلم الذاتي، وهو منهاج يتمحور حول المتعلم يعرض المعرفة على أنها نسبية غير مطلقة متغيرة غير ثابتة، ويحرص المنهاج على مساعدة المتعلم على البحث والتقصي سعيا وراء بناء المعرفة، كما أنه يحرص على حفظ المعلم على تبني جملة عريضة من استراتيجيات التدريس وآليات التقويم.
وتأخذ مدرسة المستقبل استراتيجيات تدريسية متنوعة ومتجددة، وتؤكد أن الغاية من توظيف هذه الاستراتيجيات تتمكن من اكتساب المتعلم مهارات متنوعة الملاحظة والمقارنة والاستنتاج والتدريب والتصنيف والتعامل مع الحقائق والبيانات، وتملك قدرات القراءة والبحث العلمي والتفاعل الاجتماعي والاتصال والفعال. ولا شك إن مدرسة بهذه السمات تستوجب تحديث القيادة المدرسية لتكون قادرة على مواجهة هذا التغير الكبير في بنية المدرسة، وقادرة على التحرر من قيود اللوائح والأنظمة التربوية لتتبنى أنظمة أكثر مرونة وأكثر قابلية للتعاون مع الأعداد المتزايدة من المتعلمين والقوى العاملة في المدرسة، ولتبني جسورا من التعاون مع المجتمع المحلي. لذا فإن أنماطا غير تقليدية من القيادة ينبغي أن يؤخذ بها في مدرسة المستقبل كالقيادة الرؤيوية والقيادة بالإيمان. وهناك مجموعة من التصورات لمدرسة المستقبل: المدرسة المتعلمة، المدرسة الإلكترونية، المدرسة النوعية والموجهة نحو الجودة، المدرسة التشاركية، المدرسة المبدعة، والمدرسة المجتمعية. أما الإدارة في مدرسة المستقبل، انطلاقا من أهمية الإدارة المدرسية في مدرسة المستقبل، فقد بين العديد من الباحثين الملامح والأدوار الجديدة للإدارة المدرسية. فمدير المدرسة مطالب بألا يعيش متغيرات بيئته المحلية والإقليمية فحسب، بل يعايش دورة العلم والاتصالات المتغيرة السريعة التي يشهدها عالم اليوم. طبعا بالنسبة للبناء المدرسي، إن تصميم نموذج لمدرسة المستقبل يعتمد على تقسيم المبنى إلى كتل رئيسية تتمثل في الأصول والأماكن المساندة كالإدارة والمختبرات وأماكن الأنشطة والملاعب آخرين بالأصبار وإجراءات الأمن والسلامة لتصميم البناء المدرسي، من حيث الممرات والسلالم والمخارج بما يتناسب مع حجم المدرسة وعدد طلابها، وتخصيص مساحات وخضراء كافية للطلبة لتكون متنفسا لهم في أوقات الراحة، ومراعاة الاتجاهات الأربعة في تصميم المبنى وفتحات النوافذ بحيث تكون باتجاه الشمال، وتجهيز المبنى بكل متطلبات الملاجئ وغيره. أما أبرز التوصيات التي خرجت لها هذه الدراسة: إلزام القائمين على المؤسسات التربوية بأهداف التعليم يؤسسي انطلاقا من فلسفة التربية والتعليم، إعادة النظر في قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 في الأردن، وفلسفة التربية والتعليم في الأردن يواكب التطورات والمتغيرات المتلاحقة في هذا العصر، اعتماد مدونة للسلوك الأخلاقي للعاملين في المجال التربوي، تقييم سلوك المعلمين من خلال أخلاقيات مهنة التعليم، إجراء المزيد من البحوث والدراسات واستخدام أدوات بحثية أخرى لبحث فكرة مشروع مدرسة المستقبل، ونقل التجربة من نطاق البحوث والدراسات إلى واقع ملموس يحقق أهداف مدرسة المستقبل، الاستفادة من نتائج هذه الدراسة وتعليمنا على أصحاب القرار التربوي والمخططين وصولاً إلى تعميق فكرة مدرسة المستقبل وتعميمها في الوطن العربي. أخيراً أشكر جميع المنظمين لهذا المؤتمر، والشكر الموصول لجامعة الزيتونة التي أتاحت لنا هذه الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر. شكراً دكتور خليل الصغير على التزام بالواقع وطرح موضوع حساس ومهم جداً، وموضوع مدرسة المستقبل حقيقة الذي كل الأنظمة التربوية تسعى إليه. لكن للأسف الأنظمة التربوية العربية كلما نقول هي تسعى إلى مدرسة المستقبل ومن أنواعها المدرسة الذكية، والمدرسة الذكية الآن في ماليزيا 95% تقريبا من مدارسهم غطيت في المدارس الذكية، والآن المشروع في تركيا كذلك في المدرسة الذكية. لكننا يبدو أننا كأمة عربية بعيدين عن مدرسة المستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لأن نتقدم نحو هذه المدرسة لنبني جيلا واعدا واقتصادا قويا. نعم شكرا دكتور. الآن ننتقل إلى الباحث الآخر، وهو الدكتور محمد حسن الطراوني، أستاذ مساعد جامعة الزيتونة. عنوان بحثه: نماذج من حركات صناع مناهج العلوم في مرحلة ما بعد الحداثة. الدكتور محمد يعمل أستاذ لمناهج القراءة تدريس العلوم المساعد في قسم العلوم التربوية
في كلية المعلمين جامعة تبوك سابقا حاملة يعني خبرات أخرى في غير هذه الجامعة. نشكره ونقول له تقدم في إلقاء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع البحث عن نماذج حركة إصلاح مناهج العلوم في مرحلة ما بعد الحداثة. كان الهدف الأساسي والرئيسي حقيقة من هذه الورقة البحثية إلقاء الضوء على أبرز حركات إصلاح مناهج العلوم في مرحلة ما بعد الحداثة. سيتم التطرق حقيقة لحركتين أساسيتين من هذه الحركات، وهي حركة الـ STS وفيما بعد أصبحت STSE، يعني Science Technology Society Environment، حركة العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وفيما بعد أضيفت لها البيئة، مصطلح الـ Environment. أما الحركة الثانية أو بالأحرى المشروع الثاني من المشاريع اللي ظهر حقيقة في مرحلة ما بعد الحداثة، ألا وهو مشروع Project 2061، مشروع 2061، وهو حقيقة من المشاريع الرائدة في العالم على مستوى مناهج العلوم. حقيقة يشير الأدب النظري المتصل بهاتين الحركتين إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما، وهي أسباب طبعا تتعلق بمناهج وطرائق تدريس العلوم على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. من وراء هذه الأسباب حقيقة كان تدني مستوى التحصيل لدى طلبة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعا مش كلامي، كلام الدراسات والأبحاث العلمية اللي أجرت في تلك الفترة وأشارت إلى ذلك. في عندنا هنالك مجموعة من التقارير اللي نشرت في مرحلة أواخر الثمانينات تقريبا، وأشارت إلى سوء في الوضع التعليمي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. فمنها تقرير طبعا نيشن ات ريسك، أمة في خطر، الذي نشرته اللجنة القومية للارتقاء بالتعليم، National Commission on the Excellence of Education NCSEE. نشر في هذا التقرير حقيقة جملة أو عبارة يعني أثارت حقيقة يعني تحفظ المجتمع الأمريكي كاملا، حيث ورد في هذا التقرير عبارة: لو أن دولة صديقة حاولت أن تفرض على طلبة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأداء التعليمي المتوسط الذي يتواجد اليوم، فربما شنينا عليها الحرب. يعني هاي العبارة أنا فسرتها أنه معناها أنه لو دولة من الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في هذا الوضع المتردي من التعليم، خاصة على مستوى مناهج العلوم وطرائق تدريسها، لربما شنت عليها الولايات المتحدة الأمريكية الحرب. طبعاً هنالك تقرير آخر سمي بتقرير جون جلين، الذي عرف باسم Before Too Late، قبل فوات الأوان. هذا التقرير نشر في عام 2000، وأشار من خلاله أو أشير من خلال هذا التقرير إلى أن كل ما يقدم للطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية من مفاهيم علمية، وبالتالي أيضا فيما بعد أضيفت إلى المفاهيم الرياضية، غير مقبول. يعني كل ما يقدم لهم في مناهج وطرائق تدريس العلوم، في تدريس المفاهيم العلمية، في تدريس المفاهيم الرياضية، غير مقبول. طبعا هاي الحركات، سواء كانت حركة الـ STSE Science Technology Society Environment، حركة العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، أو مشروع 2061، حقيقة استندت إلى نظرية هامة جدا ظهرت في مرحلة ما بعد الحداثة، ألا وهي النظرية البنائية. هذه النظرية البنائية باختصار قامت على مجموعة من الافتراضات، وأهمها أولا أن المعرفة والفهم يبنيان اجتماعيا. يعني هاي النظرية تفترض أن معرفة الطلبة للمفاهيم العلمية والرياضية و
وفهمهم لهذه المفاهيم يبنى بطريقة اجتماعية وليس بالتعلم الفردي. وبالتالي حقيقة ركزت على التعلم التعاوني أو التعلم بمجموعات فيما يسمى باسم الجروب ليرنينج أو التعلم التعاوني الكوبراتيف ليرنينج. يعني معنى آخر أنه لا يبدأ الطالب أو المتعلم ببناء المعرفة بشكل فردي ومن خلال أنشطته الذاتية فقط، وإنما تبنى المعرفة في ذهن المتعلم من خلال العمل الجماعي. عشان هيك فيما بعد ظهر يعني فروع معينة للنظرية البنائية، منها النظرية البنائية الاجتماعية. النقطة الثانية أو الافتراض الثاني من افتراضات النظرية البنائية أن التعلم عملية عقلية بنائية نشطة، بمعنى آخر أن المعرفة والفهم يكتسبان بجهد المتعلم. وهنا يعني التركيز معنا أنه المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية، والمعلم أصبح هو دوره الإرشاد والتوجيه، يعني مجرد مرشد موجه ميسر ملهم لعملية التعلم. النقطة الثالثة أو الافتراض الثالث أن التعلم يحدث من خلال مهام حقيقية authentic tasks، بمعنى آخر أن ما يقدم للمتعلم من مهام من مشكلات ينبغي أن تكون حقيقية ذات صلة بالواقع الذي يعيشه هذه أو هذا المتعلم، وذات صلة كبيرة جدا بالمجتمع الذي يوجد فيه هذا المتعلم. النقطة الرابعة بناء المعرفة وليس نقلها، بمعنى آخر الابتعاد عن ما يسمى باسم traditional methods، الطرائق التقليدية، طرائق التدريس التقليدية قائمة على التلقين، قائمة على تلقين المتعلم المعلومة وإرسال المعلومة في اتجاه واحد فقط. بالتالي أصبحت المعرفة أو عملية التعلم تشاركية قائمة على تفاعل ونشاط المتعلم مع المعلم. خامساً أن المعرفة القبلية، التعلم القبلي شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى لدى المتعلم. نحن نعرف كلنا التعلم ذي المعنى يعني هو التعلم الذي يستفيد منه المتعلم بتوظيف ما يتعلمه في حل ما يواجهه من مشكلات يومية. خلينا ننتقل بشكل سريع جدا للحركتين، يعني نعطي عنهم لمحة سريعة. الحركة الأولى أو ما يسمى باسم منح العلم والتكنولوجيا والمجتمع Science Technology Society Approach، وفيما بعد زي ما حكيت أضيفت له بعد ما ظهرت عندنا المشكلات البيئية زي مشكلة التلوث النووي، ثقب الأوزون، هاي المشاكل أضيفها فيما بعد مصطلح Environment البيئة، فأصبح Science Technology Society Environment. طبعا وضع هذا حقيقة المنحة أو هذا التوجه من قبل مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها نستا National Science Teacher Association اللي هي الجمعية القومية لمعلمي العلوم، وأشارت إلى أن تعليم العلوم وفق هذا المنحة يهدف إلى تزويد المتعلم بتربية علمية وثقافة علمية مناسبة تنمي لديه مفاهيم علمية وعمليات العلم ومهاراته. عرف الشخص المثقف علميا اللي هدف الأصلي هو إيجاده، لأن الشخص القادر على طرح التساؤلات والإجابة عنها واستخدام المعرفة العلمية وطرق التفكير تحقيق أهداف العلم المتمثلة في الوصف والتفسير والتنبؤ والضبط والتحكم وتحديد المسائل والقضايا العلمية والتوسع في طرائق التفكير العلمي وعرض الحجج المعتمدة على الدليل. بس لأنه يعني منح لي ثلاث دقائق فقط بدي أنتقل لمشروع 2061. مشروع 2061 هذا المشروع ظهر حقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1985، وسمي بهذا الاسم Project 2061 لأنه في 1985 مر مذنب هالي من فوق الولايات المتحدة الأمريكية وقالوا بأنه في عام 2061 سيعود مرة أخرى، وهي حقيقة يعني خلينا نسميه ارتباط مجازي بهذا الشيء، انه احنا بدنا نضل نشتغل بتطوير وتحسين وتحديد مناهج العلوم والرياضيات لغاية 2061. يعني مشروع
ليس له زي ما هو نهايه. هذا المشروع ظهر منه حقيقه ثلاث وثائق. الوثيقه الاولى Science for All Americans اللي هي العلوم لجميع الامريكيين، والوثيقه الثانيه اللي هي ما يسمى باسم Benchmarks for Science Literacy، معالم الثقافه العلميه، والوثيقه الثالثه ما يسمى باسم المعايير القوميه للتربيه العلميه National Science Education Standards. وهذه حقيقة المعايير تمثلت بست معايير: معايير تتعلق بتدريس العلوم Science Teaching Standards، ومعايير التطوير المهني لمعلمي العلوم، ومعايير التقييم Assessment Standards في التربية العلمية، معايير المحتوى العلمي، معايير برنامج التربية العلمية، ومعايير نظام التربية العلمية. يعني بمعنى آخر وضعت معايير لكافة الجوانب المتعلقة في شيء اسمه Science Education، التربية العلمية. يعطيكم المعرفة مشاكل. شكراً للدكتور محمد. إذا طرق حقيقة قضية مهمة جداً، وأمريكا في 83 يعني عندما رأت بعض الدول الأخرى أنها تقدمت عليها تقنياً، عادت الترتيب كامل في نظامها التربوي، في نظام التربوي بأكمله، لما شعرت أن هناك دول تقدمت عليها. وحقيقة استطاعوا أنهم خلال فترة بسيطة جداً أن يتقدموا تقدم كبير جداً نتيجة هذه الإعادة ونتيجة الوثائق التعليمية اللي شملت كل عناصر العملية التربوية. لكن احنا بنطرحه، هل احنا في البلاد العربيه حقيقه نسعى الى هذا؟ يجوز في الاردن انا اقول انه في 87 يعني كانت هناك صيحه في عمليه التطوير التربوي، وكانت يعني كان لها صدى كبير جدا، وكان لها ثمرات لسنوات يعني جزء قريبه يعني هذا الصدى. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون لهذا الصدى اثر وان لا يتراجع الى الوراء. الآن ننتقل إلى البحث الآخر، هو أخونا أحمد إبراهيم، وهو أستاذ مساعد من جامعة الزيتونة كذلك، وبحثه راح يكون على العلاقة بين مدى اكتساب معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية في الأردن لمهارات تلخيص النص التاريخي واكتساب طلبتهم، نعم، واكتساب طلبتهم لها في المرحلة نفسها. تفضل دكتور، معك 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، لن أطيل عليكم كثيرا. بالنسبة طبعا لهذا الموضوع وهو المعنون بالعنوان الآتي: العلاقة بين مدى اكتساب معلمي التاريخ المرحلة الثانوية بالأردن لمهارات تلخيص النص التاريخي واكتساب طلبتهم لها في المرحلة نفسها. الصحيح أنه بالنسبة لقضية تلخيص النص التاريخي هناك ارتباط قوي بين هذه القضية، قضية تلخيص النص ومرحلة ما بعد الحداثة، وتكمن هذه العلاقة في احتواء هذه المهارة، أي مهارة تلخيص النص التاريخي، لعدد من ملامح ما بعد الحداثة، ومن هذه الملامح المرونة اللانمطية إلى آخره. طبعا من هذه الملامح اللي ظهرت وبرزت طبعا في الأوراق السابقة. القضية المهمة بالنسبة لهذا الموضوع إنه هذه المهارة، مهارة تلخيص النص التاريخي، من المهارات الأساسية اللي يجب أن ننتبه لها عند تدريس التاريخ. وباختصار هناك تعريفات كثيرة لهذه المهارة، مهارة تلخيص النص التاريخي. ملخص هذه التعريفات، لن أطيل عليكم وأسرد هذه التعريفات، كل تعريف على حدة، ملخص هذه التعريفات كلها إنه هذه المهارة يراد بها ويقصد بها إعادة صياغة النص التاريخي من قبل الطلاب. معنى هذا التعريف، إذا تبنينا هذا التعريف، معنى هذا الكلام ومعنى هذا التعريف أننا سوف نخرج من سلطوية النص. أي هناك لما يكون عندنا على سبيل المثال 50 طالب وأطلب منهم أنهم يلخصوا طبعا هذا النص، هناك تقريبا 50 تلخيص، 50 وجهة نظر. هذا الكلام وهذه المهارة يعني ترتبط بملامح ما بعد الحداثة بهذه القضية. هذه المهارة
تنفيذها يعني تعدد، يعني مرونة، يعني عدم سلطوية للنص على هذا الطالب، كونه أنه هذا الطالب سوف يتعامل أو يتفاعل مع هذا النص بطريقة مغايرة وطريقة مختلفة للطريقة ممكن أن يتفاعل فيها طالب آخر. وليتنا تعلمنا طبعاً التاريخ حسب هذه الطريقة. وللأسف فمناهج المناهج طبعاً أو الواقع، واقع تدريس التاريخ خصوصاً بالواقع العربي، يعني فعلاً هذا الواقع هو واقع مريض. هناك سلطوية للنص، هناك سلطوية للمعلم، هناك سلطوية للمنهاج. ومن هنا فيجب أن نتحرر من هذه القضايا كلها إذا يعني نفذنا ودرسنا التاريخ باستخدام طبعاً هذا المنحى القائم على تلخيص النص التاريخي. ومن هنا سوف لا أطيل عليكم بالنسبة لسرد هذه الدراسة، وسوف أكتفي فقط بعرض الملخص أي الأبستراك لهذه الورقة. فهذه الورقة هدفت أو هذه الدراسة هدفت إلى معرفة مدى اكتساب معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية لمهارات تلخيص النص التاريخي واكتساب طلبتهم لها في المرحلة نفسها. تكونت طبعا هذه الدراسة من عينت هذه الدراسة من 49 معلما ومعلمة ومن 130 طالبا وطالبة في مديرية تربية إربد الأولى من العام الدراسي طبعا 2010-2011. وقد اختيرت هذه العينة حسب الطريقة العشوائية الطبقية. كذلك قام الباحث بتطوير اختبار يقيس مهارات تلخيص النص التاريخي، وهذا الاختبار طبعا مكون من 20 فقرة وأشارت هذه النتائج عند تطبيق هذا الاختبار إنه إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء معلمي التاريخ بالمرحلة الثانوية على اختبارات مهارات تلخيص النص التاريخي وبين المستوى المقبول تربويا ولصالح المعلمين. معنى هذا الكلام إنهم المعلمين ممتلكين لهذه المهارات الفرعية وممتلكين لهذه المهارة الكبيرة اللي هي تلخيص النص التاريخي. ولكن الغريب بالمقابل السؤال الثاني اللي كشف التناقض في الواقع، واقع تدريس التاريخ، انه السؤال الثاني طبعا اللي ابرز النتيجه الاتيه انه وجود فروق ذات دلاله احصائيه بين متوسط اداء طلاب التاريخ والمستوى المقبول تربويا وصالح المستوى المقبول تربويا. معنى هذا الكلام انه المعلمين ممتلكين هذه المهارات والطلاب مش ممتلكينها، غير ممتلكين لهذه المهارات. السؤال الثالث اللي حاول انه يبرز العلاقه بين اكتساب المعلمين لهذه المهارة واكتساب الطلاب، واستخدم طبعا للإجابة على هذا السؤال كونه اني انا يعني او هذا السؤال يكمن او هدفه انه يبحث عن علاقة، فللأسف كانت هناك العلاقة ضعيفة بين العلامات اللي حصلها المعلمين على هذا الاختبار وبين العلامات اللي حصلها الطلاب على هذا الاختبار. هذا السؤال يبرز انه في تناقض. معنى هذا الكلام انه هالمعلم عندنا في عنده او المعلم طبعا ممتلك ومكتسب هذه المهارات، مهارات تلخيص النص التاريخي، ولكن الطلاب مش ممتلكينها. هذا الشيء طبعا هو معناه او يعني تفسيره بالنسبه لهذه القضيه يكمن في المعتقدات التقليديه اللي موجوده عند عدد كبير من هالمعلمين ومنهم معلمين التاريخ. فالمعلم بيعتقد ان دوره فقط انه ينقل هالمعرفة للطلاب، بمعنى اخر انه دوره الاساسي، دوره الجوهري انه معلم او انه المعلم يعلم طبعا هؤلاء الطلاب وينقل لهم هذه المعرفة فقط. ويستثنى من هذا الكلام انه له دور كذلك يجب انه يقوم فيه، وهو اكساب هؤلاء المتعلمين وهؤلاء الطلاب هذه المهارات. ومن هنا طبعا توصلت الدراسه الى عدد من هالتوصيات. من هذه التوصيات اثراء هذه المناهج وخصوصا طبعا مناهج التاريخ وكتب التاريخ كذلك بهذه المهارات اللي مهارات تلخيص النص التاريخي، كذلك تضمين
أدلة المعلمين اللي هي الأدلة المساعدة والمساندة لهؤلاء المعلمين في عملية تنفيذ الدروس، تضمينها واحتوائها على أنشطة إثرائية تسهم في إكساب هؤلاء المتعلمين طبعا هذه المهارة. شكرا للدكتور أحمد. حقيقة البحث الوصفي من خلال ما هو مواصفات المنهج في ظل الحداثة، وأيضا نلاحظ أنه المنهاج عادة يجب أن يحتوي على معلومات تكنولوجية تشمل العولمة، التكلات الاقتصادية، التجارة، المعرفة، موضوع حقوق الإنسان، الديمقراطية، تقرير المصير، الجودة، إدارة الجودة، التنمية المستدامة، موضوعات عن التفكير بشكل بكل أشكال، التعليم الإلكتروني بكل أشكاله، وموضوعات اجتماعية مثل الجندر والتمثيل الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي والحداثة والتلوث البيئي والإرهاب بأنواعه الرقمي والفكري وكل موضوعات. أما الدور التدريس أن يكون المدرس في مواصفات معينة في ضوء الحداثة، أن يكون المدرس موجه ومشارك لطلبته في مرحلة تعليمهم واكتشافهم المستمر، وأصبحت مهنة التدريس مزيجا من عدة مهام، فهو القائد والمدير المشروع والبحثي والباحث والناقد والمستشار في ظل التطور المعلوماتي والتكنولوجي. وأيضا أن يؤمن بفلسفة من حيث الإبداع. أما مؤشرات الخطاب التربوي، وهو يعني كثير لم أرى كثير من الباحثين يتكلموا عن الخطاب التربوي، لكن في هذه الورقة يعني نوعا ما أكدت عليه، هو تربية تجسد القيم من خلال المنهاج التعليمي الذي يتمثل بالتنوع، الجندر التي تعني تقدير الثقافات الأخرى واحترامها، تربية تحتمل على الحوار والنقاش بين المعلم والطالب، والتربية على تؤكد على تمكين الطالب في تأصيل خبراتهم، وأيضا أن يشدد على أخلاقية مهنة التعليم والتدريس، وأن يشدد على حرية الأكاديمية التدريس والبحث بخدمة المجتمع والنشر والانتماء، وأن يخاطب المدرس المؤهل الذي يقوم بأدوار متعددة فهو منسق ومحفز إلى آخره، وأن يخاطب المدرس المؤهل يقوم بأدوار متعددة، وأن يبتعد عن طريقة التدريس. ثم توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات وتوصيات، ومن حقيقة هذه التوصيات إلا لا تقلل نعم أن المدرس في عصر ما بعد الحداثة يؤمن بفلسفة تربوية تساير روح العصر الذي يتميز بالاعتماد على تفسير الظواهر، وأن يستعمل المنهج العلمي وإنماء الحوار والتعايش واحترام تعدد الثقافات وتمكين الطلبة من تأصيل خبراتهم. اثنين، المادة العلمية المقدمة للطلاب بعد مرحلة الحداثة ينبغي أن تستند إلى مصادر المعرفة التكنولوجية والاتصالات المتوقعة وضرورة ربط البيئة التي يعيش بها الطالب. ثلاثة، أن المدرس المهر هو الذي يقوم بعدة مهام، الموجه والمرشد والمستشار. أربعة، أن يكون الخطاب التربوي موجه للنظام التربوي بضرورة الاهتمام بالمتعلم وتنمية شخصيته المتكاملة، لأن الطالب هو محور العملية التربوية، وأن تكون الفلسفة التربوية متغيرة ومتطورة في متغيرات المجتمع المعرفة والتي تسمو فيها المعلومات والتطور المعرفي والتكنولوجي، وأن يخاطب إعداد المعلمين وفق الكفايات المهنية وأخلاقية مهنة التعليم، وأن يحتوي على موضوعات متنوعة هي الجودة والإدارة الجودة والعولمة والتكتلات والجندر إلى آخره، وأن تواكب التربية تطورات متلاحقة في عصر ما بعد الحداثة. هناك عدة توصيات للخطاب التربوي ما بعد الحداثة، هناك أيضا الخطاب التربوي للمنهاج التعليمي، والخطاب التربوي ما بعد الحداثة للتدريس، ومنها احترام شخصية الطالب، وهنالك عدة نقاط موجودة في ضمن البحث. وأقول أخيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخونا أستاذنا صباح على هذا التقديم، وعلى تطرقه حقيقة إلى يعني التأثيرات عناصر العملية التربوية وربطها في مرحلة مراحل الحداثة، وهذا من الموضوعات المهمة جدا، هي طرقت في أكثر من بحث من الأبحاث، وجزء الأبحاث اللي طرقت هذا الموضوع كانت محدودة وقليلة، لكن كل بحث يعني كان له سمة صحيحة، لا نستطيع أن نقلل من البحوث، فكلها جهد يشكر عليها. الآن ننتقل حقيقة بعد ما اكتملنا من التقديم من أخوان الباحثين
ننتقل إلى الجمهور الكريم وما يتقدم به من أسئلة وتساؤلات. فمعنا 15 دقيقة ونبدأ في أستاذ نافع.